السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما في احسن حال. ان شاء الله نعمل مع بعض النهارده ورق العنب والممبار بطريقه سهله وبسيطه وسريعه، ان شاء الله تعجبك. يلا بينا نسمي بسم الله ونكسر الصرع الحديد. انا معايا هنا الممبار وهنا ده ورق العنب، انا كنت مخزناه في الفريزر ومطلعاه، بس الصراحه ما كنتش نزلت الفيديو بتاع تخزين ورق العنب، بس هقول لك في اخر الفيديو ازاي تخزنيه. اول حاجه هنزل ببصلتين كبار كده على معلقتين او ثلاثه زيت كده، يدوب يفضلوا بس معايا، هنزل عليهم بمعلقه ثوم كبيره كده. انا ما بحبش ان انا احمر البصلايه، انا بس يدوب اخليها تبدا بس كده واشم ريحه الثوم ساعه ما تطلع الريحه بتاعته. هنزل عليها بعصير الطماطم او صلصه، الصلصه دي اللي كنت مخزناها معاكم منزله الفيديو بتاعها. حطيت عليها الملح، ما بحبش اضيف التوابل الا بعد ما اشوح الرز مع الصلصه، زي ما انتم شايفين كده تشويحه الرز مع الصلصه كده بتديله طعم جميل جدا في الاكل. بعد ما اشوحها كويس جدا هنزل عليها بقى بالبهار، اي بهار عندك في المطبخ، انزلي بقى فلفل كمون كاري كركم اللي انت عايزاه في مطبخك انزلي بيه. دلوقتي فضيت بقى الرز معايا بعد ما اديته حوالي دقيقه كده على النار وشوحته في الصلصه كويس جدا مع التوابل، حطيته في طبق واسع كده عشان يبرد، نزلت عليه بقدرة المحشي شبت وكزبره وبقدونس، ودلوقتي دي معلقه قشطه بتخلي الرز طعمه جميل جدا، ده القشطه اللي هي بتبقى على وش اللبن. دلوقتي بقى هاخد شويه رز كده واعمل ورق العنب زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، بياخدش اي وقت خالص وسهل جدا. يعني في بنات لغايه دلوقتي ما بتعرفش تلف ورق العنب رغم ان هو سهل جدا وطريقته سهله جدا. تاخدي شويه رز صغيرين كده، ما تحاوليش ان انت تحطي كتير عشان الورق ما تفرقعش معاكي اثناء التسويه، وزي ما انتم شايفين وبلفها بالطريقه دي كده. ولو انت مش عارفه تتحكمي فيها برده ممكن تجيبي طبق وتحطيه او ترصي على الرخامه كده الورق وتعمليه كله مره واحده زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده. طول بقى ما احنا بنعمل الورق العنب كده بقى نكسر الصرع على الحبيب ونكسر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. هتلاقي الحاجة معاكي خلصت في ثواني، ودي الممبار بقى. اهم حاجة برضو في الممبار ما تحاوليش ان انت تمليه رز جامد عشان ما يفرقعش معاك اثناء التسوية، وتحطي فيه شوية رز صغيرين وتحاولي انت تبططيهم كده عشان ما يفرقعش معاكي ويبقى واخد السوا بتاعه كويس، ويبقى الرز معاكي ما يطلعش محصن معاكي اثناء التسويه. دلوقتي بعد ما خلصت الممبار جهزت ميه على النار وحطيت فيها ولا قراول وحبهان وبصلايه، وما حطيتش ولا في توابل ولا حطيت ملح، يا دوب لان هو اوريدي الممبار واخد كل التوابل فمش محتاج اي حاجه تانية. ولو ما انتش عايزه تحطي اي حاجه للميه مفيش اي مشاكل خالص، وبدل انت ما انتش مزوده نسبه الرز فيه ما تخافيش مش هيفك معاكي ولا هيتفتح ولا اي حاجه خالص. وده الممبار بعد ما سبته تلت ساعه واستوى بالشكل ده كده. ولو انت ما انتش عارفه هو استوى ولا لا ممكن تجيبي واحده كده في الطبق وتختبريها بالمعلقه، لقيتيها اتقسمت معاكي على طول تعرفي ان هو كده خلاص تمام استوى، ولسه كمان بيكمل بقيه سواه في التحمير. ده ورق العنب بعد ما خلصته، هكون بقى مجهزه معايا الشوربه اللي هسقي بيها ورق العنب. زي ما انتم شايفين كده الشوربه اللي انت بتسقي بيها تكون لاخر رصه من ورق العنب، يعني ما تزوديش اكتر من كده عشان ما يطلعش معجن معاكي، يعني تضيف الشوربه بس لغايه اخر رصه معاكي زي ما انتم شايفه في الفيديو كده قدامك. وهرفعه على النار، وده بعد ما اتشرب وطيت عليه النار. دلوقتي بقى جهزت طاسه على النار وحطيت فيها معلقه زبده بلدي ومعلقتين زيت، وهحمر الممبار زي ما انتم شايفين. وبعد ما اخد لون على الوجه الاولاني قلبته على الناحيه الثانيه زي ما انتم شايفين، ما بياخدش اكتر من حوالي 5 ثواني كده، واطلعه على طول صفيه من الزيت والزبده بقى. ودلوقتي هنقلب ورق العنب عشان اوريكم قد ايه مستويه واخده استواها مظبوط. سمي بسم الله كده ونقلب الحله زي ما انتم شايفين. بعد ما تسيبيها تهدى دقيقه كده ولا حاجه تقومي شايله الحله بقى، شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا وشاهي جدا. دلوقتي بقى بشيل الورق اللي انا كنت رصاه في قعر الحله من تحت زي ما انتم شايفين كده، طعمها كان جميل جدا ما خدتش مني وقت، سريعه ما شاء الله. جربيها ان شاء الله تعجبك. بالنسبه لتغذيه ده اللحمه كنت عاملاه، بس انا ما رضيتش اصور الفيديو المقطع بتاعها يعني عشان ما اطولش عليك الفيديو. وده المنبر بعد ما خلصته. بالنسبه لتخزين ورق العنب كل اللي هتعمليه تغلي ميه على النار فيها عصره ليمونه، بعد ما الميه تغلي تنزلي بيها بورق العنب وتطلعيه وتسيبيه لما يهدى ويبرد تماما، وتعبيه في اكياس وتحطيه في الفريزر يفضل معاكي للسنه للسنه ما يجرالوش اي حاجه. لو عجبك الفيديو دعمينا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه. لو انت اول مره تشوفي قناتي ومش مشتركه فيها اشتركي فيها فضلا وليس امرا،
لا تنسى الصلاة على الحبيب، لا تنسى تكسري من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما تنساش الورد بتاعك كل يوم من القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.